حد عنده دم يبني لنا بيت زي ده؟ ماله البيت ماله؟ حنفيه المطبخ ما بتنزلش ميه. الله عليك يا عبقري. ايه ده بقى؟ ايه الكبانيه ده؟ هو عالي عشان الجاذبيه تسحب الحاجات اسرع. الله عليك يا عبقري. ليه انت اللي بنيت لنا البيت ده؟ هو بمزاجي، هو المشروع اسمه ابني بيتك. مش بيتك انت. الحلاوة دي ده أنا بحبك يا صالح. يبقى أنا بحبك يا درية. لا لا ده مش أنا. أنت أم شعبان بتاعت هنا؟ ده أنت اللي زيك عندنا بطلة مع أمير قرارة. في نظرية علمية قديمة بتقول إن الكون بتاعنا ده في زيه أكوان مواسية، في نسخ مننا عايشة فيه بس مش هزق لمراته وابنه زيه. تعرف لو كنت في أوروبا كنت سكنت. وانت هيدخلوك اوروبا يالا؟ انت اخرك فندق اوروبا اللي في فيصل. عمري ما دخلت البيت ولقيتها مع راجل غريب. يعني على طول بتخش تلاقيها مع راجل انت عارف. هتجوز سامح يا كوير. ده بيستأذن بجرس عشان يتكلم. ده هبالي. انت مرفوض. طب اروح فين طيب؟ المنطقه دي اسمها ايه؟ الزاويه الحمراء يا بابي. يا دين النبي، انا ساكن في ديزني. يا ابن المحظوظه مبروك 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 يا ابن المحظوظه. يا ابن المحفظة مبروك 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 يا ابن المحفظة. دوريا قولي بقى مين الحلوة اللي بتروح لها كل يوم وبتقفل عندها تليفونك؟ أنا؟ يومك لذيذ وبيضحك يا فندم. ده بيضحك؟ ده صرع في رقبتك. أنا عادل. أنا نادية. الله أنا بحبك. ممكن أشرب شبت بالبقدونس؟ في بامية باللبن أعمل لك بتريح صدري قبل ما أنام. اللي قاعدة قدامك دي سورس كاريزما. يعني في فرة جوه؟ في فرصة جوه، الفرة هنا. أنا غلطان من الأول إني ما حاولتكمش. ذوق عافية هنمشي. طب خلاص سيبه أنت يا محمد. انت قتلته برا. ابن عمي قتل نفسه. ده انت شبح بقى وبت. ما انا مش متاكد انك ابويا. يا ده انا ابوك بس حلقت دقني. لا انا مش متاكد انك ابويا بيولوجيا.